ورحمه الله. تحيه لجاجه كلامكم على هذه الاستضافه وعلى الاحساس بالشعور ديال المواطنين. معكم محمد مزي، رئيس وداديه يوسف شافين. المشكل اللي عندنا مع حضره انوار، المشاكل حضره انوار كيعيشوا مع عده مشاكل. الاناره اللي كانت عندنا حنا قبل حضره انوار كانت ممتازه من طرف مجلس المقاطعه الشمالي اللي كنا كنعيشوا به وعلى خلف حضره كنعيشوا مزيان في الاناره العموميه. لهذا جاتنا الشركه اللي حنا كنحسوا بواحد الحبره من طرفها وعندها اهداف يعني منطقة الشمالي مستهدفة من طرف حضرة أنوار. عندنا عدة مشاكل، منها حنا قدمنا لهم جوج شكايات. الشكاية الأولى بينها وبين الشكاية الثانية 15 يوم بدون جدوى. عندنا المصابيح بين مصباح ومصباح المسافة قوية تقريبا 30 متر اللي كي تيل الظلام ديال المنطقة. كاين بعض الدروبة اللي عطيناهم بشكاية هنا في المنطقة الإسماعيلية في الدائرة عندنا تبع الودادية. درب القواصري ودرب المسجد ودرب البقال ودرب اللواح. هاد الدروبة راه نفس المسافة في الطول وفي العرض، ولكن البطل اللي كاين في الدروبة اللي كاين في درب المسجد ودرب القواصري ودرب البقال دوك البطل ديال الصافات الصغار، هادي بسبب الحجرة باش يجيونا بالي كبار عاليين داو دوك البالي الصغار. زائد خدمتهم عامات ديال الفروسيه، ما معنا الفروسيه يعني حتى المنطقه ما كملوهاش. كل منطقه تيخدموا كل منطقه تيخدموا فيها شويه بشويه، مره هنا مره هنا مره مره هنا. دير ذلك هو تيخلو بعض الصابات في الظلام. هذا دليل اش يعني هذا؟ كتكون صابه نحيد منها بوله ونخليهم في الضب ونمشي. عطينا معلومة الشكايات قال لك الصباط ماشي على حسابنا. اش يعني هذا؟ يعني باش يحيدوا الضبالي. ثانيا خلونا المنطقة مظلمة، وحنا راه حتى شي كنستنكروه. وثاني واحد النداء للشركات حضرة أنوار، راه إلا وقعت شي حاجة في السبيعية هما كيتحملوا مسؤوليتها. هاد المشاكل شحال من مدة هي كاينة؟ من نهار بدات شركة حضرة أنوار تقريبا 3 شهور 4 شهور حنا كنشوف هذا المشكل هذا. وعندي سؤال اخر، هو هاد الشركه ملي قضات هاد الصفقه ولا هاد المشروع تقريبا هادي عامين، هادي عامين باش قابض هاد المشروع هادي، وباقي ما دارت حتى الثلث في السبيعيه ما تغيري المصابيح. هادشي بالنسبه للتغيير، باقي ما تغير حتى الثلث. هما تيقولوا غيروا بزاف، زائد المشاكل كثيره بزاف وما خفي اعظم ما خفي اعظم. واليوم المشجد ديال اليوم هو انا بصفتي كعضو مجلس مقاطعه السبيعيه درنا واحد اللجنه وعيتنا على الناس تاع حضرة أنوار وما جاوناش. يعني هذا كيبين لك بان السبيعيلي مستهدف من مدينة مراكش. قلت لي الحضور ديالك ديال اليوم كان في شي مقاطعة. إيه أنا عضو في مجلس مقاطعة السبيعيلي وسجلناهم من اللجنة باش نناقش مع مشاكل ديال السبيعيلي ديال الساكنة وما جاوناش هما. حضرة أنوار هاد الناس راه حاضرين في السبيعيلي. آخر كلمة الناس مسؤولة. أنا آخر كلمة مسؤولة، أنا انتباه واحتياط لا يقع شي حاجه، لان احنا ما غنسكتوش. كل واحد تحمل مسؤوليات كمواطن مغربي وكمستشار مقاطعه السبيعيه وكوداديه. هاد الناس حضرة انوار راه جاو حضروا في سنيعلي، وعندي بعض المناطق ما نسميهمش اللي فيهم بعض المستشارين تابعين لحضرة انوار كلهم بدوا بالبالي وردوا بحال النار. بعد الدوره غادي نروح احنا المنطقه نسميهم المنطقه تابعين الناخي. هنا راه عندنا مشاكل في حضرة أنوار، وراه هذا الشيء اللي عندنا في حضرة أنوار من صابحين بحال شي دوار بحال شي دوار. هذا الضوء ديال حضرة أنوار شكون اللي غادي يعجب؟ غادي يعجب ان صح المصطلح دوك صحاب برا اللي عندهم بين بولا بولا 100 متر اللي بيجيهم هذا الشيء يعجب وبيجيهم. حنا تحقرنا، راه حنا كان عندنا احسن مصلحه في منطقه السبيعيلي هي الاناره العموميه، واليوم عايشين فيها مشاكل وعندنا شكايات. هاد الشكايات هما راه الشكايات سميت الوداديه، عطينا الشكايه الاولى بينا وبين اخرى كنزه، وراه حنا في اي شكايه راه كنعلموا جميع المسؤولين. وحد الان راه باقي حنا في الظلام، وهاد العمل ما قبل تاع حضرة انوار، وراه كنستدعيهم وما كيجاوبونيش في التليفون. واذا قصدت حضرة انوار الناس اللي كيبدلوا المصابيح القديمه بالمصابيح الجديده اللي هي الليت، راه انا قدامي الناس وانا اشهد بها يوم القيامه. جاوا ناس
دير حدائق انوار اللي رسموا بلاصه المصابيح بالصباغه خضراء ومشاو ونركبوا البالي جاو تيحسبوا بالخطاوي. عباد الله واش الشركه تحسب الخطاوي؟ وقال لك حنا عندنا اربعه المهندسين. هاد المهندس فاش تيحسب 30 خطوه 24 خطوه 27 خطوه وكيدير بوله. هذا راه استهزاء تاع المتقدمين. شكرا. الكلمه الاخيره تنطلب من سنتين الله يحمي الوالدين الله يجزيهم بخير. تدخل عاجل وسريع لحل هذه المشكله وما عمرو شي شركه اللي خدامه بلا تقنيين ديال المقاطعه التسبيعلي حتى تقنيين ما مشاركهمش. يعني الشركه كدير ما بغات في المنطقه التسبيعلي ما كاينش اللي كيراقبهم ما كاينش اللي تابع لهم الاشغال ديالهم وما حتى ما كيتشاوروا معاه. شكرا. كيجيب الخدامه ديالهم وتيخدموا داكشي اللي بغاو. وشكرا لجلاله كلامكم وتنشكركم بزاف 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 على هذه